بعيدا بقى عن الأمور السياسية والأحداث الكتيرة اللي بتشغل الشارع المصري، في حدث مهم جدا بيشغلنا كلنا دلوقتي، وهو الحمى القلعية اللي أصابت الثروة الحيوانية في مصر وأدت إلى نفوق عدد كبير جدا من الماشية. الموضوع ده بيشغلنا كلنا وكمان بيشغل المسؤولين في الوقت اللي احنا فيه، وهيكلمنا النهاردة عن مرض الحمى القلعية وهيقول لنا أسبابه، وهيقول لنا كمان هل المرض ده تم السيطرة عليه ولا لا. هيكون معانا دكتور عبد الرحمن صالح، مدرس مساعد بكلية زراعة جامعة القاهرة. صباح الخير، نهارك سعيد دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير على كل المشاهدين واللي بيسمعونا في كل مصر، واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. عايزين بس حضرتك تعرف لنا في البداية يعني ايه حمى قلعية، وهل المرض ده بيصيب الماشية بس ولا بيصيب الماشية والطيور، وهل المرض ده هيتطور بعد كده وهيصيب الإنسان كمان، ولا إيه حكايته بالظبط المرض؟ مظبوط. الحقيقة المرض ده بيسببه، مرض الحمى القلعية بيسببه فيروس اسمه فوت اند ماوث ديسيز فيروس. الفيروس ده بيصيب الحيوانات ذات الظلف والحافر، وهذا يعني ان هو لا يصيب الطيور، هو فقط بيصيب الحيوانات ذات الظلف والحافر. احنا ممكن نقول انها مثلا زي الابقار والجاموس وحتى الخيول، هي يعني تعتبر مقاومة الى حد كبير لهذا المرض او لهذا الفيروس. الفيروس الحقيقة في منه 7 سلالات معروفة عالميا، سات 1 و2 و3، ودول مش موجودين في مصر. في سلالة اسمها A، سلالة O، وسلالة C، وفي سلالة 7 كمان. الجديد السنه دي ان احنا دخلتنا، احنا عندنا اوريدي سلالتين موجودين في مصر ومستوطنين من فتره طويله. الجديد ان احنا دخل عندنا سلاله، السلاله دي منتشره في اوروبا، اللي هي سات 2. ايضا انتقال المرض للانسان، يعني هو يعني سجل علميا انه قد ينتقل المرض للانسان، ولكن فيري رير، يعني حالات مش يعني ليست منتشره الى هذا الحد. يعني يعني ما اللي بيتعامل مع الحيوان ده ممكن المرض يتنقل له؟ ممكن طبعا يتنقل له، طالما انه سجل فهو ممكن ينتقل اليه طبعا، ولذلك اللي بيتعامل مع الحيوان لازم يتعامل معه بحرص اكيد. ولكن طبعا الاكثر تعرضا ليه، او اللي احنا نعتبرهم يعني في الخطر اكتر، هم الاطفال او صغار السن. والحقيقه للاسف الشديد ان احنا عندنا في البيئه الريفيه المصريه الاطفال الصغيرين ايضا يعني بيتعرضوا او يدخلوا ويتعاملوا مع الحيوانات، والحيوانات اصلا موجوده يعني فيري كلوزد مع الاسره الريفيه. طيب اعرف منين ان الحيوان ده اصيب بالحمى القلعيه؟ اكيد بتظهر عليه اثار المرض، وهل ممكن السيطره على المرض في بدايته اول لما اعرف ان يعني الحيوان ده اصيب، ولا ما بقدرش السيطره عليه؟ هو الحقيقة أن فترة الحضانة للمرض أو فترة الحضانة الحيوان بيظل حامل للمرض ولا تظهر عليه الأعراض لمدة من 2 ل10 أيام. في حالة الحيوانات الصغيرة هي يعني غالبا بتموت أصلا قبل ما يظهر عليها الأعراض، ولكن الحيوانات الكبيرة بتكون مقاومة أكتر، وبالتالي بتستحمل حضانة المرض لحد ما تظهر الأعراض على الحيوانات. طيب حضرتك كنت بتقول ان المرض ده موجود في مصر يعني من فترة في سلالات معينة، نعم. ودلوقتي كان في سلالات جديدة تم استيرادها ففيها المرض ده، فهل احنا عندنا المصل اللي يعني اللي ممكن نديه للحيوانات علشان نحميها ان هي ما تصابش بالمرض، ولا المصل ده ما دام السلالات دي موجودة وهو موجود فعلا احنا بنستورده وبنعالج ويعني وبنديه للحيوانات عشان ما يجيلهاش؟ والله احنا عندنا مشكلة كبيرة في مسألة اللقاحات والأمصال. المشكلة دي يمكن تقدري يعني تيماجن هاو المشكلة دي قد ايه كبيرة. ان احنا عندنا المزارع الكبيرة دي طبعا بتستورد الحيوانات بتاعتها بشكل مباشر، وبتستورد الأمصال وبتستورد كل حاجة، يعني وبالتالي لما بتستورد الحيوان المفروض تستورد الأمصال كمان معاه؟ لا، هي بتستورد الأمصال بشكل دوري، لأن هي طبعا عندها كمية كبيرة من الحيوانات. احنا عندنا بعض المزارع بيوصل ل2000 وأكتر من 2000 راس، فطبعا دي ثروة كبيرة جدا، يعني بعدة ملايين أو ممكن توصل لمليارات. فدول طبعا ناس بيعتنوا بمزارعهم بشكل كويس جدا، وهم اللي بيستوردوا الامصال لنفسهم ويحصنوا حيواناتهم بطريقتهم. احنا اللي بنتكلم عليه هو المزارع الصغير او الفلاح المصري العادي اللي بيعتمد على وزاره الزراعه او الهيئه البيطريه في الامصال. الحقيقه ان احنا عندنا، انا في تقديري الشخصي، ان الحيوانات الموجوده
يعني تكيفت مع السلالات اللي كانت موجودة في مصر قبل كده واكتسبت ضدها المناعة، فكل سنة جديدة هي طبيعي بتظهر نوع من أنواع المناعة الطبيعية وبتقدر تقاوم المرض. السنة دي هي ما قدرتش تقاوم المرض بسبب دخول سلالة جديدة. سلالة جديدة. طب هل السلالتين ممكن يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجة تانية خالص ولا ده ما بيحصلش؟ لو أصيب طبعا الحيوان الواحد لو أصيب بسلالتين ففي طبعا فرصة لحدوث الطفور، وإن كان طبعا ده مش زي طبعا الإنفلونزا الخنازير ولا زي إنفلونزا الطيور، الموضوع ليس بهذه الخطورة بتاعت هذه الأنواع من الفيروسات، ولكن طبعا وعشان تعرفي بس ما هي السلالات المتعددة، ده نتيجة طفور. وبعدين احنا عندنا 7 سلالات وأكثر من 60 تحت سلالة، يعني عندنا ساب سترينز اكتر من 60 ساب سترينز، طبعا دي كلها جايه بسبب الطفور. ولكن انا بس حابب يعني اقول انه الامر ليس بخطوره حمى انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير، يعني مش في الخطورة دي، يعني خطورته أقل شوية. ليس في الخطوره على في من ناحيه الطفور، ليس في الخطوره من ناحيه الطفور، وليس في الخطوره ايضا من ناحيه انتقاله للانسان، ولكن هو مرض خطير جدا لانه مهدد للثروه الحيوانيه. أولا نسبة النفوق في الحيوانات الرضيعة تصل إلى 100%، وبالتالي احنا بنتكلم هي الحيوانات الرضيعة هي اللي هتبقى كبيرة بعد كده، فإذا كان احنا هتصاب الحيوانات الرضيعة وتموت تماما، فمعنى ذلك انك على المدى الأبعد ده مش تهديد هيبقى فيه بقى حيوانات. بالظبط، تهديد رهيب للثروة الحيوانية. وأنا عايز أقول إن في سنة 2001 الموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا في إنجلترا وسبب خسائر وصلت لمليارات. طب اكيد حلوا المشكلة، حلوها ازاي؟ أكيد الحل هو الحل الطبيعي إنك بتنتجي المصل وبعد كده بإجراءات وقائية سليمة تبدأي تحصني الحيوانات. طبعا مش الحيوان اللي أصاب ده خلاص انتهى أمره، لكن أنت بتحصني الحيوانات اللي لسه يعني لم بيتم تصاب. عزل بقى الحيوانات اللي أصيبت بالمرض خلاص، والحيوانات اللي لسه ما أصيبتش بنديهم المصل. لا طبعا ده من ضمن الإجراءات السليمة، انه اي مزارع هيلاقي عنده حيوان حصل فيه اصابه، فطبعا دي اول حاجه ان هو يعزله، يعني عزل الحيوان ده اول حاجه، اولا يعزله عن الحيوانات ويعزله كمان عن اطفاله، وعن ويبدا طبعا يتعامل مع هذا الحيوان بشكل مختلف شويه في حرص طب هي وفي ايه اعراض المرض بقى عشان اعرف اعراض المرض المرض. ده جاي؟ الاعراض المرض بتكون تقرحات، ويعني تقرحات شديده كده بتظهر في منطقه الفم وعلى اللسان وفي الظلف والحافر، حتى هو اسمه مرض الفم والقدم، وايضا قد تصل ايضا الى الحلمات فيحصل فيها برضو نفس التقرحات. طيب حضرتك قلت ان المرض منتشر بنسبة 100% للحيوانات الصغيرة. لا هو ليس منتشر بنسبة 100%، هو آخف في الانتشار. أنا بقول نسبة النفوق في الحيوانات المصابة الصغيرة بتصل إلى 100%. طيب نسبة انتشار المرض ده عموما دلوقتي كام في المية تقريبا؟ والله المرض إلى الآن أنا في اعتقادي طالما أنه هو دخل البلد وبعد كده دخل بقى في محافظة ثم انتقل لمحافظات أخرى، فإحنا كده وصلنا رسميا حسب التعريفات العلمية لمرحلة الإبيديميك. الإبيديميك إنه المرض عندك دخل وانتشر داخل قطر معين أو داخل دولة في معينة. كم محافظة تقريبا يا دكتور؟ والله أنا يخيلي إنه لم تسلم محافظة إلى الآن، حتى المناطق كل المعزولة المحافظات أو فيها؟ حتى المناطق المعزولة، وأنا من الواحات البحرية، حتى المناطق المعزولة زي الواحات البحرية وصل يعني خلاص ليها بقى المرض. وباء. لا هو أنا في خيالي إن هو وباء، ولكن يعني نقدر نقول برضو انه الانتشار كعددي ما زال في مراحله المتوسطه، ولكن هو طبعا اذا استمرت وزاره الزراعه واستمرت هيئه الخدمات البيطريه بنفس الاسلوب اللي هم ماشيين بيه حاليا في معالجه هذا الامر، فهو طبعا في القريب العاجل، طالما هم ماشيين بنفس هذا الاسلوب فهو في القريب العاجل هيبقى وباء كبير جدا وهيسبب خسائر فادحه. هي وزارة الزراعة أعلنت إن تقريبا في نفوق أكتر من 2000 ماشية وإصابة 24,000 رأس. لا احنا ممكن نقول ان الارقام المسجله حاليا الرسميه يعني قربت في 30,000، خلاص قربنا نكسر حاجز 30,000، والنفوق وصل ل 3,000 او قرب يوصل ل 3,000، ودي الارقام الرسميه. ارقام غير رسميه بتتحدث عن ارقام اكتر من كده بكتير جدا، يعني في ناس بيتكلموا ان في محافظه الغربيه الاعداد
قربت على 5000 في محافظة واحدة، ولكن طبعا احنا ما نقدرش نجزم اي رقمين هو الصحيح، لانه طبعا احنا دلوقتي دخلنا في بعض الناس بيكون عندهم شوية انعدام في مسألة الضمير، فيبدأوا يستغلوا الأزمات ويبدأوا يبلغوا عن حيوانات انها نفقت بسبب الأزمة دي، لانه طبعا في وعود بتعويضات بينما هي ما تكونش كده دي الحقيقة. فاحنا مش عارفين الحقيقة فين بالظبط، ولكن لا شك انه طالما احنا تناولنا هذا الأمر وحصل ذعر، ومعظم الناس شافت المرض في المزارع وعند المربين الصغار، إذا احنا فعلا وصلنا لمرحلة انه محتاجة استدراك مننا كبير. طيب هل المرض ده يا دكتور بيؤثر على الألبان اللي بنشربها ولا ما بيأثرش على الألبان؟ ولو بيأثر نقدر نجيب منين يعني حاجة تكون موثوق فيها ومضمونة نشربها وما تأذيناش بقى كمان؟ هو طبعا يؤثر المرض لانه ده فيروس، والفيروس صغير جدا، يمكن اللي بيفهموا في هذه الامور الفيروس ده من 25 ل 30 نانومتر، فده طبعا بيعدي من المرشحات، وبالتالي فهو هيعدي من الغدد اللبنيه وهينزل في اللبن، فالحيوان المصاب هيكون في اللبن بتاعه في فيروس. لكن الفيروس طبعا زي ما احنا عارفين كل الفيروسات حساسة جدا للحرارة، بيموت بالغلي. يموت بالغلي، ويموت بأقل من درجة الغلي كمان، البسترة بس على 60 أو 70 درجة مئوية لعدة دقائق طبعا بتقتله. فلا شك شرب اللبن بدون غلي أو بدون بسترة ده ممكن يعمل خطورة، على اعتبار ان احنا قلنا ان الإنسان ممكن يصاب بهذا الفيروس. ولكن كنا ان احنا غلينا اللبن كويس او جبنا لبن من مصادر موثوق فيها لبن معقم او مبستر، فده ما فيش اي في اي مشكله. طيب اي مشكله منين برضو الناس تقدر تجيب لحوم موثوق فيها؟ يعني بعد اللي بيحصل ده في ناس اكيد كتير ما عندهاش ضمير يعني اكيد موجوده، فمنين اقدر اشتري لحمه غير مصابه بالمرض؟ والله مش عايزين نروح نقول لازم تجيب بقى من الاماكن الغاليه وكده، لان حتى الاماكن الغاليه ممكن لا بيجيبوا ممكن مصادر مواصفات اللحمه حتى. لا هو مش مواصفات اللحمه، لانه طبعا الفيروس طبعا فيروس بيصيب فقط اللسان والفم والاظلاف، فمش هيغير في شكل اللحم، يعني لو اعتقدنا ان في مرض يعني اللحمه تبقى نفس لونها الطبيعي. ولكن الطبيعي ان انا بشوف الشكل الظاهري للحم اللي احنا متعودين نجيبه والطهو الجيد، لان احنا زي ما قلنا المرض يعني او الفيروس حساس للحراره، وبالتالي الطهو الجيد هيقضي على الفيروس. يعني الطهو الجيد بيقضي على الفيروس، بيقضي على الفيروس لو كان موجود يعني. ولازم اللحوم بتاعتي تبقى مختومه كمان قبل ما نشتريها؟ لا دي طبعا دي الحاجات الطبيعيه العامه، حتى بدون ما يكون احنا عندنا وباء وعندنا مشكله وبنحرص، طبعا لازم اللحوم تكون مختومه، ولازم تكون طالعه من مجازر، ولازم يكون في دور اكبر طبعا للهيئه البيطريه ولوزاره الزراعه في الرقابه. ولكن للاسف الشديد انا يعني الواحد يصاب بحاله احباط شديده لما يشوف الشوادر بتاعة اللحمة اللي هي ظاهرة في المناطق المزدحمة في الميادين العامة الكبيرة، تلاقي شادر أحيانا حتى في الصيف، مش بس دلوقتي درجة الحرارة بتوصل لـ40 درجة مئوية، وتلاقي شادر معمول ومتعلقة في الشارع، والدخان بتاع العربيات رايح جاي والغبار، وتلاقي يعني المكان يعني غير نظيف بالمرة، ودرجة الحرارة عالية جدا. ويعني مش دي بس المشكلة، يعني المشكلة ان حاجة زي دي تحصل في دولة المفروض انها دولة متحضرة ومدنية. المشكلة الاكبر انه معلق يافطة فوق تحت رعاية المحافظ وتحت رعاية البيطرية وباشراف مش عارف مين، اشراف ايه على ايه؟ اللحوم في تداولها دي المفروض يكون لها ايثكس، ويكون لها لابد ان نحترم المواطن المصري الفقير. طب اللي هو بيروح وليه يشتري من دكتور هذه وزارة الصحة الاماكن لما بتشوف المناظر دي ما بتتعاملش معاها؟ للاسف الشديد احنا عندنا الفساد يعني ضرب في كل الوزارات وفي كل الاماكن. وزاره الصحه المفروض تتعامل مع هذا، وان كان ده طبعا شيء يعني لان ده هيؤثر على صحه الانسان. وزاره الزراعه اللي هم كاتبين اسمها فوق، وزاره ومديريه الطب البيطري اللي كاتبين اسمها، والمحافظه اللي كاتبين اسم المحافظة، كل دي ناس كانت المفروض تتحرك، لأن هذا المكان ما هو إلا يعني قنبلة بيولوجية منفجرة في وجه كل الفقراء الموجودين، وهو يؤثر بالفعل على صحتهم. يعني أنا أستاء جدا من هذا المنظر، كل ما أمشي ولاقي هذه الشوادر منتشرة وواخدة الطابع الرسمي، والشوادر دي واقف فيها ناس لابسين ملابس متسخه جدا، معاهم ادوات اللي بيقطعوا بيها اللحمه متسخه جدا وملوثه، بعد كده الشوادر دي بتقعد بالليل بياتي بعض الناس ويعني وتصبح كانها وفي الاخر تاني يوم بنعيد الكره وتباع هذه يعني اللحوم للبني اللحوم ادمين. بتفضل متعلقه
يعني في درجة الحرارة وفي التلوث ده كله، وبعدين تاني يوم كمان وتاني يوم واقول لحضرتك يعني يمكن يعني هذا تبقى باظت المكان اصلا. وهذا المكان سيء جدا لدرجة ان بعض الناس بيجوا بالليل كمان ياخدوا حاجتهم جنب الاماكن دي اللي هي طيب بتاعت حضرتك اللحوم. خلاص كده احنا مش هناكل لحمة تاني. لا هو ناكل لحمة طبعا، ناكلها في ولكن انا اللي بقول بتبقى يعني في التلاجات. طبعا ناكلها طبعا من يعني من عند جزارين محترمين او من محلات كويسه او من الاماكن، بس انا مش بقول يعني مش المساله، في بعض الناس فقراء فعلا بيضطروا ان هم يشتروا لحوم رخيصه شويه، فكيف ان الدوله لا توفر ليهم مكان محترم جدا يقدروا يشتروا منه؟ هي دي المشكله اللي احنا لازم نتوقف عندها. طيب عموما يا دكتور، هو في بدائل للحوم واحنا ممكن خلاص يعني فعلا يعني ما ناكلش لحمة في الفترة دي لحد لما وزارة الصحة لا لا تاخد لا ننصح إجراء مع طبعا. الجزارين، فيعني مش مفيش مشكلة. عمر حضرتك نورتنا النهاردة، ميرسي يا ميرسي متحرمش، لحضرتك يا شكرا دكتور. جدا. دكتور عبد الرحمن صالح مدرس مساعد بكلية زراعة جامعة القاهرة، استفدنا من حضرتك كتير النهاردة وبنشكرك. ميرسي يا ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات. نهارك سعيد.